المرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس، فإنها تظل على إحرامها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، غير أنها لا تطوف حتى تطهر على الصحيح من قولي العلماء لحديث أحابستنا هي في حديث صفية رضي الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته جميعا رضي الله عنهم.